نصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. منتخب مصر ادى امبارح تدريبات بدنيه بعد ما خاض مباراته الوديه اول امبارح امام منتخب زامبيا على استاد هزاع بن زايد في الامارات. واكد محمد غرابه مدير منتخب مصر ان الجهاز الفني فضل ان اللعيبه تتدرب تدريب صباحي ومنحهم راحه باقي اليوم، وده للاستعداد لوديه الجزائر. فريق سيراميكا تعادل مع سموحة 1-1 امبارح في المباراة الودية اللي جمعتهم في اسكندرية في إطار استعدادات الفرقتين لمباريات الدوري بعد انتهاء التوقف الدولي الحالي. فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني حقق فوز ودي على نادي التعاون الليبي بنتيجة 2-0، وسجل أهداف المباراة محمد حمدي زكي، واتلعبت المباراة على استاد جهاز الرياضة. ومنتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال حقق فوز كبير على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0، وده في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2024 واللي هتتلعب في كولومبيا السنة اللي جاية. فريق رجال كرة اليد في نادي الزمالك فاز على نادي العبور بنتيجة 45-19 في تاسع جولات دوري محترفي رجال كرة اليد للموسم المحلي 2023-2024، علشان يرتفع رصيده للنقطة 23 في جدول الترتيب. فريق رجال كرة اليد من نادي الأهلي فاز على نظيره الجزيرة بنتيجة 31-21 في تاسع جولات دوري محترف رجال كرة اليد للموسم المحلي 2023-2024، بكده بيرتفع رصيده ل 27 نقطة متصدر الترتيب. النجم البرتغالي برونو فرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد حصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر اللي فات، وده كان عن هدفه في مباراة برينلي. الكوري الجنوبي سون هيونغ مين حصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، وتفوق على عدد كبير من نجوم البريمير ليج. المنتخب السعودي تعادل مع المنتخب النيجيري بنتيجة 2-2 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم في البرتغال ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الدولية اللي جاية. كمان حسم منتخب بلجيكا التأهل رسميا إلى نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024، وده بعد الفوز على النمسا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح من منافسات الجولة 7 من التصفيات المؤهلة للبطولة، وبالنتيجة دي رفع منتخب بلجيكا رصيده ل 16 نقطة علشان يحسم تأهله رسميا إلى يورو 2024 بعد الانفراد بصدارة المجموعة، وتوقف رصيد النمسا عند 13 نقطة في المركز الثاني. كمان اتأهل المنتخب البرتغالي ليورو 2024 بعد فوزه على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 3-2 ضمن مواجهات الجولة 7 للمجموعة 10 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقبلة. بكده منتخب البرتغال وصل للعلامة الكاملة من النقاط برصيد 21 نقطة من 7 مباريات متصدر المجموعة. وفي المركز الثاني منتخب سلوفاكيا برصيد 13 نقطة. كمان حرص الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على تكريم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو بمناسبة وصوله للمباراة رقم 200 في مسيرته الدولية مع منتخب بلاده. كمان قاد النجم كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا لحسم تأهله مبكرا لنهائيات اليورو 2024 في كرة القدم بتسجيله ثنائية الفوز على منتخب هولندا 2-1 في الجولة 7 من منافسات المجموعة الثانية. وواصل منتخب فرنسا عرضه المميز في التصفيات بالعلامة الكاملة في 6 مباريات، ووصلوا ل 18 نقطة في صدارة المجموعة ومتقدمين على منتخب اليونان صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة. كمان تراجعت هولندا في المركز الثالث برصيد 9 نقاط لكنها لعبت مباراة أقل. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع شاذلي وجمانة. شكرا كلامية، شكرا جزيلا.